يصبر سنوات معدودة. الله عز وجل يقول: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صبروا صبروا بس. الله عز وجل يقول لمن صبر: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. والله شكور يجازي بالعمل القليل الأجر الكبير. الذي أحلنا دار المقامة من فضل لا يمسنا فيها نصب. تعرف ايش معنى نصب؟ تعب، ما في تعب. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والعجيب يا شيخ نايف وهم ماشيين في الجنة فرحين. الله أكبر. فرحين.